انك تمتلك ارض صار شيء وايد سهل وبسعر وايد معقول، سواء كنت تتابعني اماراتي مقيم ولا غيره، تقدر تمتلك ارض تملك حر باسعار تبدا من 155 الف درهم فقط. بس للاسف ال 155 روحوا وخلصوا ما شاء الله، شطبوا عليهم الناس يوم عرفوا انك تقدر تمتلك ارض في مكان حلو ومشروع جميل، خلصوهم هذيل ل 155 الف، بقى ل 165 الف. بس وليهمكم بعض ضبط لكم الموضوع، اللي ب 155 الف خلصوا، اللي ب 165 الف باقين، بس بيعطوكم بسعر ال 155 الف لاول 5 اشخاص يشترون الارض. الارض تشتريها الكهرباء والبنية التحتية كلها جاهزة، بس لا رسوم خدمات ولا رسوم تسجيل، في سنة واحدة تسدد على اقساط. They are very flexible.